أعلنت السلطات العراقية نجاة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء ببغداد فجر اليوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف أضرارا مادية للمنزل. وأكدت مصادر رسمية أن الكاظمي كان في منزله بالمنطقة الخضراء وقت الهجوم، وأن المنزل أصيب بأضرار ليست بالبسيطة. من جهته قال اللواء يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء أن الكاظمي لم يصب بأذى وإن الهجوم تسبب بأضرار مادية. للوقوف أكثر مشاهدينا الكرام على حيثيات هذا الحادث، نرحب وإياكم بالسيد ياسر الحمداني الصحفي العراقي من بغداد. أهلا بك زميل ياسر. إذن بما يتعلق بحادثة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كيف تنقل لنا الصورة من بغداد من المنطقة الخضراء تحديدا، وأيضا ما التداعيات التي جرت جراء هذا الحادث؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين بجزيرة الخيط. حقيقة محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء بساعة متأخرة من ليلة أمس أو فجر اليوم. طبعا الاستهداف أدى إلى إصابة الكاظمي بجروح طفيفة وإصابة 10 آخرين من حمايته الشخصية بحسب المصادر التي أكدت لنا الخبر. يعني هو استهداف سياسي تعرض له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعني بسبب الحراك السياسي الذي أدى تداعيات الانتخابات إلى حراك سياسي ربما خرج عن إطار القانوني هذه التظاهرات او هذه التجمعات الحزبيه التي شهدتها بغداد العاصمه بغداد خلال الايام القليله الماضيه، وايضا مناطق اخرى في العراق ديالى وبعض المدن التي تحتوي على نفوذ للاحزاب الحاكمه التي خسرت السباق الانتخابي. الان التحقيق جاري من قبل القوات الامنيه بتداعيات هذا الاستهداف او هذا الاغتيال الفاشل الذي تعرض له رئيس الوزراء. طبعا هذا الخبر تصدر الصحف والرأي العام العالمي ليس على مستوى العراق، إدانات حدثت من السعودية والإمارات وأيضا الأهل الأردني. الملك عبد الله أجرى اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وأيضا الخارجية البحرينية وأيضا يعني بعض الدول العربية وايضا الامم المتحده ادانت هذا العمل الارهابي التي وصفته بالعمل الارهابي، وايضا السفاره الامريكيه اصدرت بيان، وبالتالي تصدر هذا المشهد الموقف الدولي الذي تداعت يعني حدث عمل ربما من بعض الاحزاب المتنفذه. يوم امس لو شاهدتم ما جرى من حراك في الساحات الاعتصامات التي اجرتها الاحزاب والتي عملت عليها الاحزاب، كان هناك تهديد واضح من قبل الميليشيات وزعماء تلك الميليشيات للحكومه وللكاظمي ولكل من يقوم بالتصدي لهؤلاء المتظاهرين الذين يتبعون الاحزاب التي خسرت السباق الانتخابي. نعم زميل ياسر، بما يتعلق بهذا الحادث عذرا، هل عرفت الجهة المسؤولة عن هذا الحادث؟ يعني حقيقة لحد الآن لم تعرف. الآن هناك تحقيق من قبل وزارة الدفاع ومن قبل القوات الأمنية. يعني موقع رئيس الوزراء يعني هو داخل المنطقة الخضراء وقريب من السفارة الأمريكية. الإنذار المبكر الموجود داخل السفارة الأمريكية يعني لم يستشعر الخطر الذي جرى يوم امس ب3 طائرات. وزاره الداخليه اكدت ان الاستهداف جرى من خلال 3 طائرات مسيره مفخخه. اكدت الوزاره انها تمكنت من اسقاط 2 والثالثه سقطت على منزل رئيس الوزراء. يعني
يعني هناك منظومة أمنية متكاملة قريبة من منزل الكاظمي، وبالتالي يعني هذه المنظومة ربما لم تجدي نفعا ولم تقوم ب يعني الغريب في الأمر أن هذه المنظومة لم تستشعر هذه الهجمات التي تعرض لها منزل الكاظمي يوم أمس، لكن القوات الأمنية والأجهزة الأمنية وجهاز مقاومة الإرهاب يقومون بالتحقيق بتداعيات هذا الاستهداف وهذا القصف الذي وصفه الكثير بالخطير، ويستهدف السيادة العراقية ويستهدف الحكومة العراقية. نعم، كل الشكر لك الزميل ياسر الحمداني الصحفي. نتحدث أكثر في التفاصيل مع الدكتور عبد الأمير طارق الكاتب والمحلل السياسي العراقي. دكتور عبد الأمير، أهلا بك في نشرة منتصف النهار. إذن دكتور، برأيك ما هي أبرز الرسائل التي وجهت فجر هذا اليوم مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؟ شكرا جزيلا لك ولمشاهدي قناتكم. حياك حقيقة الله. ما حصل من استهداف لمنزل رئيس مجلس الوزراء الكاظمي يدل بالدليل القاطع على أنه عمل إرهابي استهدف سيادة العراق. احنا لا، رغم أن نختلف مع العملية السياسية بكاملة برمتها التي جاءت بعد الاحتلال ودمرت العراق بعد 9/4، دمرت حضارة العراق، ولكن يبقى يمثل الكاظمي العراق. استهداف رسائل عديدة، أولا يعني إرهاب، اثنين دليل قطعي على أن العراق ليس له سيادة، ثلاثة يدل على أن الدولة العميقة واللي هي تمثلها الميليشيات وتدعمها إيران هي المسيطرة على العراق، بدليل أنه انتهت الانتخابات. يعني بالمناسبة هو منزل الكاظمي يستهدف بثلاث طائرات مسيرة، تمكن الأمريكان من مقاطعة اثنين منها والثالثة أصابت الهدف. نعم. مع صواريخ كاتيوش. نعم. حقيقة يعني هذا الاستهداف يمثل حالة من الفوضى وسيطرة للمليشيات والدولة العميقة، ويدل على أن العراق يعيش في قوى لا دولة. قوى لا دولة هي التي تحكم العراق، وقطعا هو تأثير الإقليم والدول الغربية التي لا تريد للعراق أن يستقر. حقيقة هذا الحال اللي السياسة اللي تتبعها إيران اليوم مع العراق وصفها النصر بن سيار رحمه الله والي خراسان في العهد الأموي ب 131 هجرية، وصف السياسة الفارسية كيف تتعامل مع العرب ببيتين شعرية توصف لك الحال. يقول: وجدت قوما، يعني البيتين الشعريين يقولون: قوم يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب، من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن يقتل العرب. هذه هي السياسة اليوم، أن يقتل العراقيين وأن تثار حرب طائفية. من يقول انه الكاظمي لا يعلم؟ الكاظمي يعلم من الجهه التي نفذت العمليه التي استهدفت منزله العمليه الفاشل، وامريكا تعلم وايران تعلم والقوى السياسيه كلها تعلم. يريدون ان يصوروا انه، يريدون ان يقولون ان الشعب لا يعلم. لا، الشعب اكثر ذكاء ويعرف انهم ادوات وذيول لتنفيذ اجندات اسيادهم الخارجيه. اليوم الغرب اختي العزيزه كما وصف السفير البريطاني من خرج من العراق في نهاية ولايته، قال: الأيام القادمة دموية. معناه الغرب وإيران يخططون إلى احتقان طائفي جديد، ولكن هذه المرة يريدون صراع شيعي شيعي. للأسف هذه المسميات يعني يجب أن ينتبه لها الشعب العراقي ولا يكون وقود لهذه المعركة. أنا أقول أنه الشباب انتفضوا في ثورة تشرين وطلبوا مطلب جميل جدا، أنه طالبوا بوطن وكرامة المواطن العراقي. قتلوا منه 1000 شاب
جرحوا 32 ألف وغيبوا أعداد كبيرة، والمالكي ولكن الشباب استطاعوا أن يسقطوا حكومة عادل عبد المهدي وأن تأتي الكتل بمرشح تشويه هو الكاظمي. نعم. اللي كان برنامج الوزاري هو كشف قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة. نعم. هل ما جرى مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دكتور عبد الأمير برأيك هو يشبه إلى حد كبير ما كان يجري في العراق حول ملف الاغتيالات بشكل عام في الدولة العراقية؟ هل الأمران يتشابهان فعليا أم أن المستهدف اليوم هو غير ذلك في الشارع العراقي؟ لا أختي، هو من حصل بعد 2003 إلى اليوم هذا هو الحال، حال الفوضى الخلاقة اللي موجودة والسلاح سائب. يعني هذه الحالة أريد أقارنها ب 2003 ولا يقولون أن تقارن. نعم. لو كان الرئيس الخالد المرحوم صدام حسين على رأس السلطة ويستهدف بيته بهذه الطريقة لكان خلال ثواني اكتشفت من قام بالجرم وأعطاه درس وعلم درس كيف يحترم سيادة العراق. نعم. هؤلاء الأخوان يعني اجوا واعتدوا عليه اعتدوا على الاجهزه الامنيه ورئيس السلطه اللي موجوده الكاظمي يرسل رئيس اركان الجيش ووزير الداخليه ومدير مكتبه للاعتذار من الميليشيات ويهددونه قبل ان ينفذوا هذا العمل ويرسل لهم. طبعا شاهدوا بالكاظمي انه رجل ضعيف لا يمكن ان يواجه، هو حقيقة الأمر كل الموجودين بالعملية السياسية أي واحد منهم لا يصلح لإدارة مدرسة ابتدائية، هذه الحقيقة. اليوم الرسائل اللي تخوف أنه العراق مقبل على صراعات يذهب بها ملايين من الشعب العراقي إن لم يكن المثقفين والواعين ورموز العشائر والمراجع الدينية أن تنتبه إلى الحالة وأن توجه الشعب بعدم الالتفاف لأي جهة. صراعات على نتائج انتخابات، يعني انتخابات فشلت الأحزاب وأنطى الدليل انتخابات تشرين على أن الشعب العراقي قاطع الانتخابات بنسبة 85% إلى 90% وهم الكتلة الأكبر وأدت إلى خسارة الأحزاب الدينية والميليشيات والأحزاب الموالية لإيران. هذه الرسائل يريدون هذه الأحزاب وتريد إيران أن تعيد مركزها بالعراق بهذه الطريقة، هي بحد ذاتها كلها بطريقة قد يفهمها البعض بأنها مسرحية. الكاظمي لا يواجه الميليشيات، يعمل أن تجدد له الولاية. الكل تبحث عن مصالحها، ما بحثت عن الشعب العراقي ولا عن العراقيين. يعني إحنا اليوم كمراقبين ما يهمنا اليوم يقتل فلان من السياسيين اللي دمروا العراق، بس يهمنا هذا الشعب العراقي. حرام حرام الآن يأتون بشباب يتظاهرون بخمسين ألف حتى تجي نيران حية تطلق عليهم ويقتلون وهم لا يعرفون سبب إلا أنه الجوع اللي وصلته. نعم. هذه الأحزاب. نعم. نعم. للشعب العراقي خلال 18 سنة كانت نتيجته أنه حشما أن نقول في وجهه المثل يقول جوع كلبك يتبعك، وصلوا الشعوب إلى المجاعة. فهذه الحقيقة الظلم اللي حصل على المتظاهرين الله يمهل ولا يهمل. يعني هو الكاظمي أوعد بأن يعرض الناس اللي قتلوا المتظاهرين وسموهم الطرف الثالث. نعم. وسألنا قبل أيام من ظهروا المتظاهرين من الأحزاب ما ظهر الطرف الثالث، ولكن من بدت صدامات بينهم وبين الأجهزة الأمنية ردت الأجهزة الأمنية، وبالمناسبة كانت الخسائر بالأجهزة الأمنية أكثر من المتظاهرين. نعم. أنا شخصيا الفكرة وصلت، كل الشكر لك دكتور عبد الأمير طارق من الشعب العراقي. نعم، كل الشكر لك على هذه التفاصيل الكاتب والمحلل السياسي العراقي دكتور عبد الأمير طارق.